اللي بتدخل فيها بلاتوهات السينما؟ ثلاثة الأولى كانت فين؟ في آيس كريم في العفاريت، العفاريت. فيلم العفاريت. والتانية؟ آيس كريم في جليم. آه. والتالتة الفيلم ده، عشان ما كنتش برضو يعني أقول كل حاجة بصراحة، كنت عامل ضيف شرف مرة في فيلم اسمه السجينتان، طلعت قلت أغنية وحاجة بسيطة أوي. أنت حاسس إنه انتقالك للسينما انتقال طبيعي؟ يعني أنا شايف إن هو مش حاجة صعبة أو مختلفة عن اللي أنا بعمله قوي. انتقال طبيعي بمعنى إن هو شيء يمكن يكون مكمل ليا شوية. طيب افرض أنا قلت لك إنه مبكر شوية. مبكر. أو تعليم، يعني على الأقل أبقى آخد خبرة. أتعلم آخد خبرة من البداية، يعني على أساس لو يعني المسألة تبقى مثلا فيلم اتنين تلاتة، ممكن في الرابع في الخامس يعني يبقى فيها الواحد بيتعلم أصلا. أنت مؤمن إن الإنسان لازم يتعلم حتى ولو أخطأ أو طبعا. طب في أفلامك اللي فاتت هل أنت شعرت إن في أخطاء؟ هقول لحضرتك، الفيلم نفسه غير العمل اللي أنا بتعامل بيه اللي هو الأغنية. الأغنية أنا بالظبط تقدر تحسدني كامل متكامل عليها، حتى فيها مؤلف وملحن وموزع. إنما ومع ذلك أنت بتتحمل المسؤولية في كامل. النهاية طبعا. إنما كمطرب طبعا تمام. إنما السينما فكر، سيناريو وقصة وحوار ومخرج ومدير تصوير وديكورات ومدير انتاج وممثلين معايا، بتحمل جزء منه، ما اقدرش اتحمله كله. حتى لو انا البطل برضه في قرارات نفسي حاسس ان مش انا بعمل كل حاجه. هل صحيح انك انت طلبت ان اسمك يبقى قبل اسم الفنان عمر الشريف بامانه تامه ومن غير ابدا اي نوع من المتاهات؟ اصل انا ايه الحقيقه بالظبط؟ الحقيقه ان انا بس بشوف الحاجات دي بستغرب. مش صحيح. مش صحيح ده اطلاقا. يعني زي حضرتك، زي الاشاعات اللي بتطلع عليها كل يوم، ده مش مش قالوا عندي الايدز قبل كده وقالوا عندي ما اعرفش ايه وكلام خايب وحاجات كتيره. انا مش عارف، سافرت وقفت العمل، اتفقت مع الاستاذ طارق التلمساني ان احنا من البدايه ان احنا عندي مجموعه حفلات عيد ميلاد يعني ابن الملك حسين وكان معروف وناس وكده لمده اسبوع. كويس. رحت ورجعت، كان بعد ما استاذ عمر قال لي خلص استاذ عمر وامشي. خلص استاذ عمر وسافرت ورجعت لقيت الكلام ده مكتوب. حتى كذبوه. بس ده اولا انا وافقت على الفيلم ده لاسباب كتيره، لان انا الفيلم ده من 3 سنين عرضه عليا طارق التلمساني، ومن سنتين عرضته عليا الفنانه يسرا. ايضا ان الفيلم ده فيه عمر الشريف وفيه يسرا. طيب. ما اعتقدش ان انا ده انا مضيته عشان هم اساسا. طب انت تحب تشوف الافيش بتاع الفيلم ده ايه؟ والله انا مش فارق معايا الافيش، اصل انا البطل بصراحه. مش فارق معايا الافيش. طب ايه تتوقع ايه الافيش شكله ايه؟ انا اتوقع له عمر الشريف. حلو. يسرى. نعم. عمرو دياب. طب انا محترم جدا تواضعك. ده مش تواضع، ده هو الحقيقه. بس ده المفروض يعني. وبعدين ده كلام مسجل ووثيقه في حياتك. لا بالعكس، لان ده اساسا متفقين عليه في العقد من قبل ما اعمله. عمر الشريف، يسرى، بالظبط، عمرو دياب. عظيم. هل تعتقد انك انت استثمرت نجوميتك في السينما؟ تقدر تسميها كده؟ استثمرت نجوميه الغناء في السينما. ايوه. السؤال صعب. لا طبعا، لا مش صعب. واضح. بس واضح. طيب. بس طبعا لاسباب كتير. لان انا ما مش ممكن اضحك على نفسي واقول ان انا داخل السينما نجم سينما. انا داخل راجل بغني. نعم. ليا جمهور في الغنى فهيفيدني. ولا انا ممثل شاطر، ولا انا ده انا كل خبرتي كلها في اللي معايا، يعني الرصيد بتاع الغناء اللي معايا هو اللي يخلي بعمل حساب ان الناس ان شاء الله هتيجي تشوفني. يمكن الاقيهم حاجه حلوه يحبوني زياده كده. انما طبعا استثمرت نجاحي في السينما. النجوم اللي معاك في الفيلم، يسرى، عمر الشريف، حسوا بيك ازاي؟ لا حسوا بيا تسالهم بس، انا حسيت بيهم ازاي؟ انت حسيت بيهم ازاي؟ انا حسيت بيهم ازاي؟ اولا عمر انا لما سالت حسوا بيك ازاي؟ على اساس ان انا حسيت بيهم. قدموا لك مساعده ازاي؟ بالظبط. وخصوصا انك انت حسوا ان انا ماليش جديد في بالزبط. الموضوع. بالظبط. لا هو انا اكتشفت حاجه، يعني انا بتعامل معاهم كاصدقاء كزملاء. لو اجيب لك واحد واحد بالنسبه للفنانه يسرى، بتعامل معاها كصديقه كزميله. نعم. وبعدين انا عارفها ان هي يسرى بتاعت السينما. نعم. فانا تمام. اما بتعامل معاها كزميله ما بحطش في دماغي ان هي يسرى بتاعت السينما. حتى وانا في البلاتو بتفاجئني هي بالحكايه دي. كويس.
دي نقطة كويس. ثانيا ان يعني ده حاجة ما بنقولهاش قدام الجمهور انها وبقولها صريحة انها بتوجهني كتير ومن كويس. يعني انا لو جت مجال الغناء وقعدت في 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 الاستوديو غصب عني لازم اوجهها فهي صح. بتوجهني طيب من ناحية عمر الشريف طبعا عمر الشريف بقى يعني كمان رجل عظيم جدا واحنا شفناه وحبيناه طول عمرنا عمر الشريف في بدايته كان قاعد معايا بنعمل بروفا كده فبيقرا طبيعي جدا طب انا يسرى صديقتي او زميله او تمام. بشوفها في مصر تمام عمر الشريف بره تمام ما بشوفوش وعندي رهبه من ناحيته فلقيت ان الاستاذ عمر بيكلم عادي جدا في البروفا فانا قلت حتى اليوم بعد كده جينا على البروفا اللي في القدام برضو الكاميرا برضو يعني بياخد ودي معي اول ما طريقه التلمساني الاكشن تحول بعينيه ونظراته وشخصيه اللي خلاني انا افضل واقف المفروض ارد عليه بعد ما يلف كده ويروح راجع تاني ما ردتش عليه مرتين ما ردتش عليه في الثالثه المفروض انا ابنه بلطجي بطجن في الكلام بس باللغه دي يعني بقول يعني انت فاكر فلقيت نفسي بقول له اوعى تجيب اخدت عشان ودني الموسيقيه تمام اخدت قعده بقى لحد ما قلت له اوعى تجيب سيره امي قال لي انت بتاخد الصوت بتاعي بالظبط كده فطبعا ده استفاده انا بعتبر ان ذخيره الخبره بتاعتي ما بتجيش دلوقتي مش هقول لك استفدت دلوقتي كويس فيها بعد كده اسمعني بس جايبه لي رفيقي طلعني من السجن يا عائشه ده موظف التاني اكبر من انه يجي لحد هنا وما كانش ممكن اسيبك انا ما طلبتش منك حاجه ومش عايز حاجه من مره انا راجل بلاش فضايح بلاش فضايح طب مدام يسرى البحر بالنسبة لك هل هو يعني بتجيله في أي ظروف في حياتك؟ البحر أنا ارتباطي بيه كبير قوي إزاي؟ أولاً أنا في الأبراج حوت فالبحر مهم جداً عندي البحر فيه كل حاجة فيه الخوف فيه الهدوء الثورة في الخير في الرزق في الكنوز في كل حاجه بتجيله وانت سعيده الاثنين وانا سعيده وانا زعلانه فهميني وانت سعيده ايه الاحساس اللي بتاخديه وانا سعيده بقى كده ابص عليه وارتاح وبياخدني لبعيد لخيالاتي لمشاعري لاحاسيسي بياخدني بياخدك كويس وانت تعيسه بغسل فيه كل همومي حتى وانا تعبانه يعني افرض ان انا مثلا مريت بوقت في ارهاق او ستريس كتير قوي ببقى عارفه اني رايحه انسى واغسل وامسح كل ده عمرك رجبت الحنطور ده تعرف بقى ان انا اجي اسكندريه في فتره تكون الناس يعني مش مليان كده وابص الاقي روحي بتمنى اقعد جنب الراجل بتاع الحنطور واقعد انا اللي اسوق الحنطور تفتكري جروح الانسان اللي بتحصل في حياته بتتلحم مع الزمن مع الايام الزمن كفيل انه يداوي اي جرح في الدنيا حصل في حياتك جروح من نوع معين حصل الجروح عاطفيه و وجروح إنسانية وجروح من صداقات وجروح من ناس كنت بتتوسم فيهم حاجات معينة في دماغك وبتصطدم بيها بقى قولي لي البحر فيه الراجل فيه إيه من البحر؟ ثورته قوته بعد جنونه عشان برضو ست أجن مرات مرات في نوع من انواع الرجال بيبقى هادي جدا وغامض جدا وعميق جدا وتقيل جدا وفي بالمناسبه ما اشتقتيش للاطفال طبعا نفسي طبعا نفسي ما اشتقتيش للاطفال نفسي جدا نفسي تبقى اول بنت تسميها ايه نفسك بنت ولا ولد الاثنين انت عندك احساس ان الطفوله بنت لا ما جاليش ده لا بالعكس مرات الولد بيبقى الطفل اكتر من البنت تفتكر لو انه طفلك ده منعك عن الشغل ما اعتقدش تفتكري
هديله اهتمام بدون شك وهربيه وكل حاجه، بس مش هيمنعني عن شغل، لان الطفل ده يوم ما بيكبر يبقى فخور ان امه كانت فلانه. انا عاوزك تقولي لي لما بيحدث في يوم من الايام انك انت بتبقي مسامك مفتوحه للحياه، بيأثر فيكي قوي الكلمه الحنونه؟ ممكن اعيط في ثانيه مع ان دمعتي عزيزه جدا، لكن لو حد لو انا منطلقه كده زي ما حضرتك قلت ممكن وتلاقيني في ثانيه ده، يعني تقول امتى جات لك الدمعه دي؟ امتى لحقتي؟ في لحظات مدام يسرى بتحدث انك انت وانت بتشتغلي في افلامك تحسي ان في عمليه اتحاد ما بين اللقطه الممثله واللقطه المعاشه في الحياه؟ كتير تحسي كتير قوي لما بتجيلك اللقطه دي بتحسي انك انت مش محتاجه راي مخرج؟ لا، هو نفسه بيقول لي انت هايله على طول، ما بيحتاج يعني ما بيدينيش معقوله فيه لانها بتبقى صح 100%. يعني كانه التمثيل ده اقدر اسميه ايه؟ هل هو محاكاه الواقع؟ الى حد كبير. يعني مش محتاجه انك انت تبذلي جهد كبير؟ لا، بتبذل جهد، لانه مثلا مرات انت عندك سيتويشن ما عشتش فيه في حياتك، الكلام مختلف، الموضوع اللي انت بتتكلم عنه مختلف، لكن الحس هو ده اللي حسيت بيه قبل كده،